هذه الفراولة أطيب فراولة في العالم وطعمها زي العسل بجودة عالية، وبيأكل منها جميع دول أوروبا وكل أنحاء العالم، وبتنزرع عنا في بيتنا. وش عملت قلوبنا حتى تجافونا؟ لما نيجي نحكي على الفراولة، يعني بيت لاهيا هي مشهورة بالفراولة، لأنه أول شغلة المناخ بيساعدنا على أنه مناسب كثير للفراولة، زائد أنه التربة والمية برضو مناسبة لزراعة الفراولة. قبل 2007 كل المنتج تبعنا كان يتسوق في أسواق أوروبا، طبعا كان بينزل باسم منتج فلسطيني، وكان هي يعني شغلة كثير مهمة بالنسبة لنا من جدوى اقتصادية، من برضو أنه إلنا بصمة في أسواق أوروبا، هي كانت زي سفير إلنا في أسواق أوروبا، لأنها كانت تنزل باسم منتج فلسطيني. زائد أنه بيت لاهيا مناخها ممتاز جدا لإنتاج الفراولة، بتطلع جودة عالية، بتطلع مثلا منتج بنقدر ننافس فيه أسواق أو الدول الثانية اللي بتنزل في أسواق أوروبا. عشان هيك حتى كان في إقبال على اللي هو المنتج الفلسطيني بشكل كبير جدا، وكان يجيب أسعار ممتازة جدا. ما بعد 2007 من الحصار اللي صار، المعابر اختلفت، احنا قبل هيك بقينا نطلع عن طريق اللي هو معبر إيرز في نفس اليوم اللي بنقطف فيه بنطلع المنتج تبعنا، بيبقى في مطار بن غوريون. اليوم احنا بنسوق في أسواق الضفة الغربية، يعني لما احنا بدنا نيجي نحكي من إيرز للخليل خلال ساعة ونص بالكثير بتكون المنتج تبعنا واصل غاد. بس اليوم للأسف انه احنا اليوم بنقطف، ثاني يوم هي بتبقى في كرم ابو سالم، يمكن بتطلع من كرم ابو سالم ما بعد العصر، يمكن بتوصل اخر النهار في اللي هو اسواق الضفه الغربيه. في معوقات كثيره، في حواجز، في اجراءات امنيه في كرم ابو سالم، وهذه كلها بتاثر على المنتج تبعنا. عشان هيك احنا في اليه للقطف بنحاول انه نقطف بلون جزري او نص لون الثمره حتى تقدر تتحمل المعوقات الموجوده في الطريق. احنا قبل هيك كان في عن من خلال يعني بقينا نسوق من خلال شركة إسرائيلية. طبعا احنا كمزارعين بنعمل عقد مع الجمعيات الموجودة عندنا في قطاع غزة، في عندنا 4 جمعيات في بيت لاهيا، بتم التعاقد من المزارع مع الجمعية، والجمعية بتعمل عقد مع شركة إسرائيلية، والشركة الإسرائيلية هي اللي بتتم الشحن للمنتج تبعنا من إسرائيل للي هو الأسواق أوروبا. صراحة أنا كمزارع إذا ما كانش عندي مزروع فراولة بحس حالي مش زارع إشي، يعني إحنا تعودنا في بيت لاهيا بالذات على أنه يكون موجود عندنا فراولة، يعني مستحيل واحد يعني جرب الفراولة أو زرع الفراولة يوم أو سنة من السنين يعني يصرف نظر عن زراعة الفراولة، فهي صارت في دمنا، يعني صار يعني المزارع ما بيقدر يعني يفوت زرعة الفراولة نهائياً. لما نيجي نحكي الفراولة بنحكي لها على الذهب الأحمر، من القيمة تبعتها بكفي إنها لما بقت تسوق في أسواق أوروبا كانت تحمل باسم منتج فلسطيني. في ناس في أسواق أوروبا ما بعرفوش اسم فلسطيني، ما بعرفوش الهوية الفلسطينية، صارت في أسواق أوروبا تنزل بشكل كبير جدا باسم منتج فلسطيني، وكانت تحمل اسمنا في ظروف الاحتلال، في ظروف الحصار اللي احنا بنعيشه، في ظروف الحروب اللي بنعيشها، الا الفراولتنا بتلف كل دول العالم باسم منتج فلسطيني، لها قيمه كبيره عندنا وطنيه اقتصاديه، برضو احنا كمزارعين نستفيد منها بشكل كبير جدا، واكثر من شريحه من المجتمع بتستفيد منها، من العامل للتاجر للمزارع لجميع طبقات المجتمع. مدي دعياتك يا مريم، مدي دعياتك يا هي كدي.
خياتك نحبك كتي خياتك.